اليوم السبت 22/6/2024 في زيارة لأخينا الكبير فيصل محمد يوسف العباسي في منزله بمدينة حمل، نطمئنون على صحته. كلمة بس منك أخي عدنان. الحمد لله على السلامة يا أبو محمد، وأجر وعافية وصحة إن شاء الله، ونزول في الأفراح دائما، جزاك الله خير. أبو محمد جاسم كلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا طبعا تشرفنا بزيارة اخونا الكبير ابو محمد الله يحفظه، واقول له يا ابو محمد انت زرعك طيب ما شاء الله، وجميع محافظات البحرين لك سيرة سمعة طيبة، الكل يدعو بسلامتك، الكل يدعو انك انت تكون بخير، وهذه ما هي من فراغ، انت ريال واصل، ريال طيب، خلوق، محترم، وانا طبعا شهادتي فيك مجروحة، زرتني مجلسي كذا مرة وشرفتني الصراحة، واحنا اليوم نزورك نطمئن عليك ونتطمن عليك يا ابو محمد لانك انت عزيز على قلوبنا كلنا، الله يحفظك ويبارك فيك ان شاء الله. الله يجزيك خير ابو معاذ. الله يمسيكم بالخير الجماعه كلهم، اول شيء مشكورين على تلبيه الدعوه، وابو محمد يستاهل من يزوره، جزاه الله خير. يعني اخونا عدنان بعد شافني في المسجد بس سمعني انه بروح حق ابو محمد فيصل العباسي على طول، قال لا انا وياكم، فهذه محبه الناس لك يا ابو محمد، الناس من تسمع الزيارة وهاي على طول الجماعة يزورونك، وانت ما شاء الله يعني خير من زار الناس ووصل الناس يعني في كل الفعاليات في كل المجالس، وبصمتك واضحة ما شاء الله الكل، وعطاياك وهداياك البسيطة ذي فرحت كثير من الناس يا ابو محمد، واحنا هذه الزيارة يعني بنكررها، زرنا لك قبل ونزورك ان شاء الله، والايات ان شاء الله احسن بعد، جزاكم الله خير مره ثانيه. ما قصرتوا. سعاده النائب محمد العليوي. جزاك الله خير، مشكور، تشرفت وسعدت كثيرا بزياره اخوي الكبير الاستاذ فيصل العباسي ابو محمد. ابو محمد يعتبر مثل مميز للتواصل الاجتماعي وللعادات والتقاليد البحرينيه الاصيله. ابو محمد احنا نتعلم منه كل يوم، نتعلم منه دروس، يعطينا دروس في التواصل، في الكلام الطيب. ويا ابو محمد من يوصل الناس توصله، وهذه محبه الناس نعمه من الله، الله يزيد ان شاء الله من محبه لك وبين الجماعه كلهم. نعم. ويا ابو محمد انت مدرسه واحنا تلاميذك، ياسين نتعلم منك احنا، جزاك الله الف خير،
على استضافتك الطيبة، وكل عام وانت بخير بمناسبة عيد الأضحى، وما عليك إلا العافية وأجر العافية إن شاء الله، وما عليك شر، ومشكورين. جزاك الله خير. شاعرنا الكبير عبد الرحمن المضاحك كلمتك. جزاكم الله بالخير جميع، وسعيد اليوم ومسرور بحضوري مجلس فيصل العباسي ابو محمد للاطمئنان على صحته، وهو طبعا ناشط اجتماعي معروف، وكل الفعاليات يحضرها ويزور كل الميالس، فهذه ميزه طيبه يمتاز بها الشخص الكريم، فاحنا لازم ان احنا نوصله ونتشكر له بالسلامه ونعايد له بعيد الاضحى الكريم، وعسى عمره طويل وسنين دائم بصحته ان شاء الله، دائما في تحسن باذن الله تعالى. ابو محمد فيصل، السلام عليكم ورحمه الله. تشرفت بهالزياره الميمونه من قبل ناس مقامهم عالي، وفي مجتمع في اماكن يعني هم صدق وطنيين ومنبع من القلب الى القلب، وشكرا على الزياره مره ثانيه. علي بن موسى، يا اليوم كبير صراحة، اليوم هاي الزيارة كانت بالنسبة لي أنا كانت نادرة، والحمد لله جزاه الله خير أبو معاذ هو اللي رتب حق هالزيارة تدخل حق أبو محمد، والصراحة الحمد لله يستاهل وزير، لأن الإنسان هو واصل ما يخلي يوم إلا ما يوصلنا فيه، وهذه إحنا نتحمل له ونشكره إن شاء الله ما تنقطع زيارتنا له ولا تنقطع زيارته هو لنا، ونتمنى له ان شاء الله الشفاء العاجل ان شاء الله، ويقول والله يقوم بالسلامه ويجزاك الله خير. الله يجزيك خير، والله يجزيكم خير كلكم جميعا. يا عبد الحكيم كلمتك. وكلمتي عاد انا حق ابو محمد، طبعا ما بيشوفه لكن اكون اقول اتشكر لك بالسلامه يا ابو محمد، والله يعطيك الصحه والعافيه واجر وعافيه، ان شاء الله نشوفك في احسن، ونشوفك ان شاء الله في الميالس بالايام القادمه ان شاء الله باذن الله، وجزاك الله خير. حاولت تنظفها او شيء شغله؟ لا قال لي نعدل. ها؟ يبدل. شو راح يبدل؟ وهذه اكيد يعني؟ اي هذه وين ورا؟ تعال 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 محمد حطي تعال شوي. نورنا ذيك محمد. Thank you.